بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه في التيسيرات الفقهية باب الربا، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد. وفي إلحاق غيرها بها خلاف، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. قال الشارح عفى الله عنه: مسألة تعريف الربا وذكر بعض أقسامه. قوله باب الربا: الربا لغة الزيادة والنمو، ربا المال يربو إذا زاد وارتفع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي ينميها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وفي الشرع ينقسم إلى أقسام متعددة، وأشهرها قسمان: ربا الفضل، هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يشترط في الشرع في بيعه التماثل، وربا النسية، وهو تأخير القبض فيما نهى الشرع عن بيعه نسية وأمر ببيعه يدا بيد. وأمر ببيعه نقصت الباء. ذكر الأصناف التي يجري فيها الربا. قوله: يحرم بيع الذهب بالذهب إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله الأصناف الربوية وهي ستة. فربا الفضل يجري فيها، فلا يجوز أن تبيع بعضها ببعض من نفس النوع متفاضلة. فمثلا إذا بعت الذهب بالذهب فلا بد من التساوي في الوزن والمثل، 10 دنانير ب10 دنانير، أو 20 جراما ب20 جراما. فإذا حصل زيادة، كأن بعت 20 جراما من الذهب ب10 جرامات من الذهب أجود من الأول، فلا يجوز، وهذا من الربا. وهكذا بقية الأصناف: والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، لا يجوز بيعها إلا مثلا بمثل، يدا بيد. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز التفاضل في هذه الأصناف. فإذا بعت شيئا بجنسه فلا بد أن يكون مثيلا له. فمثلا الفضة بالفضة 10 دراهم ب10 دراهم، أو 20 جراما ب20 جراما، والبر بالبر كذلك، صاع بصاع. وإذا بعت برا ببر آخر فيحتاج أن يتساوى في الكيل، فمثلا وسقا بوسق، أو صاعا بصاع، أو 5 آصع ب5 آصع، حتى ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا. لو كان هذا الرديء الصاع منه بدرهم، والجيد الصاع منه بدرهمين، ليس لك أن تشتري 5 من الجيد ب10 من الرديء. فإذا أردت الشراء بع الذي تملكه بدنانير أو دراهم، ثم تشتري بدراهمك أو بدنانيرك أي بر شئتا. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، لا تفعل.
ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه ببيع آخر ثم اشتري به. وفي الصحيحين أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. والجمع نوع من أنواع التمر الرديء، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع وحكم عليه بأنه ربا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.